أسعد الله مساكم مشاهدينا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم بكل حب وخير وسعادة. وفي مساء جديد نلتقي معكم على الحب والخير على شاشة الجميع الشرقية من كلباء. لهذا اليوم مشاهدينا الكرام، دائما ما نلتقي مع عبق التراث ورائحة الماضي الجميل. هنا من المدينة الفاضلة، من مدينة دبل حصن، اليوم نلتقي في انطلاق فعاليات أيام الشارقة التراثية في هذه المدينة الجميلة، وأيضا الموجودة على هذه الخارطة من التراث وأيضا من التاريخ والإرث العظيم لدولة الإمارات وإمارة الشارقة. ها هنا من أيام الشارقة التراثية نسطر لكم هذه الأمجاد للماضي وأيضا لهذا التراث والكنوز التي تركها الأجداد والآباء لنعتز بها في هذا الحاضر، وأيضا أن نحافظ عليها ونصدرها إلى الأجيال القادمة في المستقبل. مشاهدينا، في تراث عريق دائما ما يأخذنا بتفاصيل وأساسيات كانت هي الأساس في تطور مجتمع دولة الإمارات، وها نحن اليوم لا ننسى فضل هؤلاء الرجال، هؤلاء الأهالي الذي عاشوا في الماضي، إلى أن ننعم نحن في هذه اللحظات بحياة الرفاهية والسعادة والحب الأبدي ما بين الشعب وقيادته الرشيدة. في هذا المساء أيضا نلقي التحية لسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة، بجمعنا لهذا اليوم في هذا المساء وفي هذه القرية الجميلة، واللي تحكي عن الماضي وعن أيضا حكايات سطرت على هذه الجدران وعلى هذه الجذوع لهذه النخيل الموجودة في هذا المكان وفي هذه المدينة. مدينة دبل حصن عاشت وعاصرت الكثير من الأوقات والأزمنة، وكان لها دور كبير جدا في ازدهار المنطقة الشرقية، وكانت هي الأساس في تسطير هذه الأمجاد من الماضي إلى الحاضر وأيضا إلى المستقبل. مشاهدينا، أيضا دائما في كل مساء من أيام الشارقة التراثية نستضيف سادة أكارم ينورونا ويشرفونا، وأيضا نتبين معهم عن مشاركاتهم وأيضا الأجواء اللي نحن نتواجد فيها لهذا المساء من كل مدينة ومن كل مكان نشارك فيه من أيام الشارقة التراثية. في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام نرحب بضيفنا وأيضا اللي يتواجد معنا في هذه اللحظات في استوديو قناة الشرقية من كلباء لتغطية أيام الشارقة التراثية، وهو الأستاذ أحمد عمر الظهوري، رئيس جمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح. أستاذ أحمد، نبسيك بالخير ونقول لك يا مرحبا بك. مساء النور، مساء النور والسرور يا أهلين. نحن في هذا اليوم نعيش فرحة صراحة بأيام الشارقة التراثية. أمس يصادف اليوم العالمي للتراث، يعني يربطنا فيه شيء حلو صفة شخصية بالنسبة لي أنا. صحيح. هو يعتبر يوم ميلادي. يا سلام. وأنا ولله الحمد يعني محب للتراث. ننتظر أيام الشارقة التراثية. كل سنة نطلع بشيء جديد. يا سلام. يعني السنة نحن كجمعية دبل حصن للثقافة والتراث والمسرح ظهرنا بشيء جديد، محمل البتيل اللي هي سفينة خشبية. محمل البتيل. نعم. سفينة خشبية. سفينة خشبية. طبعا هاي قبل يعني أهل المنطقة يعني بعد قيام الاتحاد، بعد ما ظهر البترول خلاص افتقدوها. جميل. نحن حاولنا نرممها وحاولنا ننزلها البحر. يا سلام. من أول وجديد. يا سلام. طيب قبل لا تطرق معاك أستاذ أحمد إلى المشاركات لكم في هذا العام وفي هذه النسخة لمهرجان أيام الشارقة التراثية، أتحدث عن هذه الأجواء اللي نحن نعيشها اليوم. وجود الكثير من الحضور ما شاء الله يتواجدون وأيضا يستمتعون بأوقاتهم في هذه البقعة واللي نجتمع فيها لرائحة التراث، عبق الماضي الجميل اللي كان ولا زال وسيبقى أيضا في ذاكرة كل إنسان وكل من يعيش على هذه الأرض طيبة من مواطنين ومقيمين. خبرنا عن هذه النسخة
لأيام الشارقة التراثية، كيف تشوفها وأيضا كيف تشوف الحضور أيضا هو سعيد بتواجده في هذا المكان؟ بالنسبة للاحتفالات والفعاليات في مدينة دبل الحصن صراحة ما عليها خوف بكل أمانة، الحالة الاجتماعية، مشاركة الناس، عفويتهم، يا سلام. يعني أنا أول شيء أشكر القائمين على الاحتفالية هذه، المهرجان هذا صراحة يعني بكل أمانة رتبوا ونظموا، لكن عفوية الناس واحد يعني الناس تتنافس هنا بلا شك. يعني حتى أنا حسيت من اللجنة المنظمة قالوا نحن بنعطيكم شيء محدود، لأنه خلاص الناس وايد تبي تشارك معانا، يعني حتى المتاحف الشخصية، الأسر المنتجة، كل الناس تبي تشارك. يا سلام، عفويتهم هذه يعني كم تسوى صراحة. جميل. إذا الأستاذ أحمد أيضا يعني في ظل مشاركات الكثير من المؤسسات والجهات الحكومية والمعنية في مثل هذه المهرجانات ومثل إثراء هذا المحتوى الثقافي والتراثي، أيضا لكم مشاركة أيضا من قبل جمعية دبل الحصن للثقافة والتراث والمسرح، تشاركون بعدة برامج وعدة فعاليات في هذا العام ولنسخة أيام الشارقة التراثية في نسختها 17، خبرنا عن هذه المشاركة والفعاليات اللي تقدمونها. نعم، نحن في أيام الشارقة التراثية بدبل الحصن والله الحمد يعني كل ركن لنا بصمة فيه. صحيح. أولا الركن الأساسي لنا شاركنا بمتحف بمقتنيات أثرية قديمة، ممتاز، بمقتنيات أول مرة يعني نحن نعرضها. إذا مثل ما نرى أيضا على الهواء الآن جانب من المتحف اللي تشاركون فيه أستاذ أحمد. نعم. طيب خبرنا عن بعض المقتنيات الموجودة واللي حرصتوا على وجودها في هذا المتحف. يعني نحن حاولنا نحيي الأشياء، يعني دائما السنوات اللي فاتت كنا نعرض الأشياء يعني نفس مثلا الخرس، ممتاز، فقط يعني مثل ما تشوف هنا بعد موجود هذا الحب. الحب الخرس غير عنه؟ غير. الحب نحن حطينا فيه ماي، هي الخرس حطينا فيه الحب، يا سلام، الفخار حطينا فيه المالح، ممتاز، الرحى وظفناها خليناهم يشغلوها، المكواه هاي اللي يعني حطينا فيها فحم، يا سلام، تشتغل على الفحم، فعلنا الاشياء الالكترونيه القديمه، الراديو، التلفزيون، يعني ردينا نشغلها كلها من كلها تشتغل، يعني مش فقط للزينه او للمنظر. لا لا، موجود في المتحف الزينه خلاص انا خليتها في الستور. يا سلام، اللي تشتغل شغلناها. يا سلام. نعم. اذا النسخه هذه في دبل الحصن لها اثر عليكم ولها وقع كبير جدا بانكم تحيون هذا الماضي الى الحاضر، ولكن ايضا في ظل مشاركاتكم وجود ايضا مجموعه من النساء وهم من كبار المواطنين حقيقه يشاركون بالحرف، بما ان هذه النسخه هي تركز على الحرف اللي ممكن هي كانت اساس في الماضي، فخبرنا عن هذه المشاركه لكبار المواطنات من النساء. كل الشكر لامهاتنا اللجنه النسائيه بكل امانه، يعني دائما كل يوم عصر لهم مجلس خاص في الجمعيه، ممتاز، يحضرون السفافه التلي وسوالفهم، الله، ينتجون ففي المعارض يشاركون. نحن السنه غير المشاركه اللي هنا مشاركين في الشارجة وفي مليحة، أمس مشاركين مع جيراننا في دبل الفجيرة في اليوم العالمي للتراث، يعني ما شاء الله عليهم أمهاتنا يعني مشاركين في كل مكان عندنا. ممتاز. فيعني تركزون على الحرف، وخلنا نتكلم عن الأسفافة، عن التلي، عن بعض المهن اللي يتميزون فيها، حتى صناعة البراقع على ما أعتقد لازم. يا سلام. نحن يعني نحن أحد أسباب المحافظة على التراث. اذا نحن ما نسوي لهم، ما نوفر لهم البيئات، ما نوفر لهم كذا، في الحين الخام مال البرقع ما يتحصل. اي والله صدق. الخوص مثلا ما يتحصل، دخل نايلون، لكن نحن دورنا كجمعيات او دورنا كمؤسسات نوفر لهم البيئه، نوفر لهم الاشياء على اساس انه يتم عنا التراث. طيب لو كان احد من الحضور يبغي يتعلم استاذ احمد لهذه الحرف القديمه، هل في ايضا مجال لامهاتنا من كبار المواطنات ايضا بانهم يعلموهم ويخلوهم يرجعون لهذه الحرف القديمه؟ ما يمنع. يا سلام. نسوي ورش، نسوي ورش لل، حتى اخر مره سوينا ورش للاطفال الندبه، يا سلام، تختفي، فنحاول نسوي ورشه للندبه، ورشه للسيف، ورشه للرزيف، يا سلام، وبعد لان هالاشياء بعد ما تمنع. ممتاز. فاذا الاطفال لهم دور ووقع ايضا كبير بانهم يتناقلون هذه الصوره الحقيقيه عن التراث وعن الاجداد وعن حياتهم في السابق، وحتى عن الحرف اللي عاشوا عليها في الماضي وهي كانت بسيطة جدا، إلى أن ينقلوها إلى الأجيال القادمة في المستقبل القريب بإذن الله. طيب أستاذ أحمد، يعني اليوم أيضا نرى هذه الفعاليات تستمر إلى طبعا منتصف الليل، وأيضا مشاركين فيها الكثير من الجهات وأيضا الحضور الغفير في هذا اليوم، ولكن
غدا ما هي البرامج وما هي الفعاليات اللي ان شاء الله راح تكون معاكم وبرفقتكم في مساء غد؟ ان شاء الله غدا بتكون بعض الفنون الشعبيه اللي هي فن الزهبه. يا سلام. بتكون بعد معانا بعض الحرف في البيئه التراثيه البيئه الزراعيه. جميل. نحن بنحاول غدا ان شاء الله بنحيي اللي هي الرحى، طحن الحب. يا سلام. فبنجيب حد من امهاتنا اثنين وباهازيجها الخاصه، يعني قبل لها اهازيج خاصه. طبعا. كل حرف كل هاي الاشياء لها اهازيجها ولها اسبابها ولها مناخها وطبيعتها. يا سلام. فاذا هذا اليوم وهذا المهرجان ايضا تشاركون بعده فعاليات بعده برامج تقدمونها لكل من يحضر لهذا المكان للاحتفال بايام الشارقه التراثيه. ايضا من جانب المسرح، هذا العام ايضا ما ركزتوا على المسرح بانكم تشاركون في بعض العروض وبعض لربما المسرحيات اللي تعطي ايضا عن الماضي وعن الفنون القديمه. صحيح. السنه هاي نحن ما حضرنا لها للضغط اللي نحن فيه. جميل. لكن بعد ما يمنع ان نحن نحاول نطلع ب يعني عرض يعني يحكي عن التراث. يا جمال. ويدخل جمال الماضي، جمال الماضي يحكي عنه. يعني شيء حلو صراحه. يا سلام يا سلام. طيب يعني اعتقد بان اليوم مشاركتكم جدا واضحه لها بصمه في ايام الشارقه التراثيه وايضا في مدينه دبا الحصن. استاذ احمد انا شاكر لك على هذا الحضور وايضا على تواجدكم من مهرجان ايام الشارقه التراثيه في دبا الحصن، ولكن ايضا اليوم استاذ احمد اشوفك تحظى ايضا بشعبيه واسعه في هذا المكان. اليوم المحبين ايضا يشوفون بان من يصنع لهم هذه الصوره الحقيقيه عن التراث متواجدين ومحبين لك بشكل شخصي. ايضا خبرنا عن هذه الصوره كيف كونتها ايضا عند الجمهور واهالي مدينه دبا الحصن. الحمد لله حياتنا الاجتماعيه التواصل احد المحبين معانا طبعا ما شاء الله عليهم. نحن يعني انا في شيء ما تكلمت عنه، شفت الفنون الشعبيه اليوم اللي صارت الرزيف هذول ما شاء الله عليهم الشباب بمسج يا جماعه اليوم عندنا شو اسمه رزيف وتعالوا وكذا، وما شاء الله عليهم يعني الناس كلهم جت حضرت. يا سلام. الندبة جماعة ما قصروا يعني بكل أمانة يعني كفوا ووفوا صراحة. يا سلام. فدائما متعاونين متكاتفين دائما يدهم وحدة في خلق مثل هذه الأجواء لكل من يحتاج بأن يرى كيف كانت الحياة في الماضي. ولكن لو كان لك الحنين أستاذ أحمد بأنك أنت ترجع إلى هذه الحرف القديمة اللي عاشوها الأولين، أي حرفة راح تختار على الصعيد الشخصي؟ يعني ما بين الصيد وما بين الزراعة والنجارة والحدادة وصناعة السفن، أي مهنة تحس أنها هي الأقرب لك راح تكون موجود فيه؟ نأخذت بحر. الله. أيوة. تحب أن تكون قيادي؟ نعم. يا سلام. وما زلت. الله عليك. نعم. الله عليك. يعني راح تكون مختلف حتى في يعني أخذك لهذه الحرفة القديمة، تحس أنه واخذة كان لهم دور كبير جدا في خلق هذا الحاضر لدولة الإمارات. أكيد والمجتمع. نأخذ واحد شوف جبروت، واحد طاغية في البحر، واحد نأخذ ما يدان يحب يمشي في إذا كان اللي هو طايح. يا سلام. لا لازم شو اسمه. يا سلام. طبعا من المهن اللي تستهويك وأيضا نعتبرها حرفة النوخذة يجب أن يكون إنسان عاقل حكيم في تصرفاته، أيضا محبينه يكونوا موجودين اللي على طاقم السفينة. زين خلاص أنا بكون لك المقدم يا عيل. يحييك والله. توكلنا على الله؟ توكلنا. نذهب بالمحمل إن شاء الله وننطلق فيه بإذن الله. طيب يعني أكيد في ظل الأجواء البحرية والسفر في الماضي أستاذ أحمد كان لكم أيضا بصمات في محطات أخرى من تقديم التراث، فخبرنا عن دور البحر أيضا في مثل هذه الأجواء التراثية. بالنسبة للبحر يعني أنا كجانب تراثي في الجمعية اشتغلنا في المالح. صحيح. حاول نوثقه. يا سلام. نعرف أسبابه كيف استوت صناعته، منو اللي سوى، شو الأسباب، متى، كيف يا هنا. يعني المالح بحر. طبعا. بحر كبير لا أسرار. عنصر صناعة المالح يعني مش اي واحد يعني لازم يكون واحد الاشياء يعني اللي تصير الحين خطا في انه يسمع الناس هل المالح يقولوا لا يعني في طريقه للتمليح ومش اي ايد تملح. صحيح. ايد عن ايد تفرق. يا سلام عليك.
إذا في نهاية هذا الحديث وعن التراث الجميل، دائما ما نستلهم من هؤلاء من يقدمون لنا هذه الحياة الجميلة عن الماضي وعن التراث. في نهاية الحديث الأستاذ أحمد عمر ظهوري رئيس جمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح، شكرا لك على هذا الحضور وما قصرت. العفو، ما قصرت، شكرا. إذن مستمرين معاكم مشاهدينا الكرام في ظل أجواء مدينة دبا الحصن بأيام الشارقة التراثية، والآن ننقل لكم زاوية من زوايا هذا المهرجان مع الزميل سعيد العمودي، ولك الكلمة يا سعيد، ونمسيك بالخير أيضا. نمسيك بالنور زميلي عمر أحمد، وكذلك للزملاء اللي كانوا على منصة الاستديو وينقلون هذه الصور الرائعة والصور التراثية من خلال أيام الشارقة التراثية في دورتها 17 في مدينة دبا الحصن. مشاهدين الكرام، تواصلا معكم ونقلا للصورة والصورة وهذه الإطارات التراثية التي دائما ما نعتز بها في الإمارة الباسمة، إمارة الشارقة تحديدا في مدينة دبا الحصن. مشاهدين الكرام، يسعدني وأنا معكم الآن في إحدى هذه الزوايا وفي إحدى هذه الأركان من أركان القرية التراثية في دبا الحصن. يسرنا نتعرف وياكم على الوالد راشد بن علي، وهو المهتم بجانب التراث وكذلك بجلب والحفاظ على بعض المقتنيات والعملات الورقية والعملات المعدنية. نقول مساك الله بالخير أبوي راشد. مساك الله بالنور، أهلا وسهلا بك. مساك سعيد إن شاء الله ومساك تراث. شلون شفت الانطباعاتك عن قرية التراثية في دبا الحصن وبالتحديد في هذه الدورة مقارنة بالدورات السابقة؟ والله عمرك نعم، دائما دبا الحصن متميزة، يعني تقريبا كل سنة وكل تجديد، كل سنة يجدد ويجدد، والحمد لله يعني من الجمهور يشهد على هذا. احنا نشهد لك بالخير خلال مشاركاتك في الدورات السابقة، لكن عطنا فكرة، انا شايف عندك البيئة الزراعية المصباح وغيره، وشايف عندك العملات الورقية، وشايف عندك دكان اول، يعني عدد من المقتنيات وعدد من الاركان اللي موجودة عندك هنا ابوي راشد. والله عمرك النشيط يعني نشط نفسه ونشط بلده، الواحد ما يخزن الشيء عنده معلومة ويخزنها معلومة عشان نوصلها للأبناء، والأبناء يوصلوها لأبنائهم والأحفاد، وتم الشيء ماشي، يعني هم يتذكروننا على الأقل، بيقولوا رحمة الله عليهم خلفوا علينا هذا وتركوه، قال لنا زايد الله يرحمه، نحن الحين زايد نذكر زايد الله يرحمه بهذا. حتى عيالك الآن قاعدين يشوفهم خلفك، قاعدين يزورون بعض يعني المقتنيات الألعاب الموجودة، ويتذكرون بعض خلنا نقول الألعاب الشعبية اللي كانت موجودة قبل، خصبوصة أو بعض الألعاب أم العيال أو غيرها الغميضة. فما أدري شو الهدف من يعني استعراض بعض الألعاب الشعبية اللي موجودة في الدورة 17 من القرية أو من أيام الشارقة التراثية؟ عشان نعرف الأولاد كيف كان نلعب أول، يعني أولاً نحن بالأيام ضعيفة، ما كنا على الأيباد وكلنا على الإلكترونيات، نلعب على الشيء البسيط. يعني مو مثل جيلي وجيل الزملاء الصغار اللي الشباب اللي ما زالوا يعني قد ينسون بعض الألعاب التراثية القديمة ويلجؤون إلى الألعاب الإلكترونية. أكيد، لكن أنا يوم أطلع أنا والأولاد رحلة، أولادي أعلمهم، ألعبهم اللعبات القديمة، يعني مثل الطاقطاقيين، مثل العيك اليربة، العب هكذا، يعني اعلمهم، يعني اروح وراهم والعب، ولو اجيبهم هنا بيعلبوا. عندنا هذه الحين في الايباد يسموها الاكس او، الاكس او نحن نلعبها قبل عن الايباد وعنن بالفنر والمتشب، يلعبونها اللعبه الحاليه اللي عند الاستاذ غزال مبارك احد المهتمات او المهتمين بالتراث الاماراتي، كونت لعبة من خلال مسرح الأيام في قلب الشارقة في أيام الشارقة التراثية في الدورة الحالية الدورة 17. فمثل هذه المقتنيات إذا تحولت إلى ألعاب إلكترونية، هل تتوقع أن تكون لها رواج والناس والشباب يهتمون فيها؟ إذا أحد نقلها أكيد أنه بيسوي لهم، يعني بيفهموها وبيعرفوها، وبعدين بيعرفوا ثراتهم، أنه كانوا الأوليين على هذا وهذا المنهج، وسائرين مساكين على الأمور البسيطة وعلى هذا، بيذكرهم يعني بأهلهم هذا الأمور. الرسالة اللي توجهها الآن لأهالي مدينة دبا الحصن، شو تقول لهم والدنا الكريم عن يعني إمكانية زيارتهم للقرية التراثية من الساعة 4 عصرا، وإمكانية الاستفادة من الأركان اللي موجودة؟ دعوة لأهالي مدينة دبا الحصن. أتمنى منهم من دبا الحصن ولا من الإمارات الأخرى، لأن في عندنا نحن في المنطقة الشرقية يختلف عن في المناطق الأخرى،
ليتعلموا من عندنا نحن نتعلم من عندهم هم او هكذا ابناء التناقل اللي يكون بين امارات الدوله كلها اكيد شيء اكيد يعني يختلف عندنا نحن غير وعندهم هم غير نحن المقتنيات يمكن عندنا غير عندهم هم غير المسميات عندنا نحن غير عندهم هم غير فيشوفوا الاولاد يشاهدوا كيف اجدادهم كيف العابهم كيف مقتنيات كيف هكذا الامور يعني بس الان تنويه على الركن اللي قاعدين نشوفه الان من البيئه الزراعيه المصباح وغيرها شو تقول ابوي راشد للاجيال القادمه يعني كيف هم يحافظون على البيئه الزراعيه النعمه التي وهبها الله سبحانه وتعالى لابناء المنطقه الشرقيه طول الله عمرك اذا العيال ما يشوفوا هذا الشيء ما ظنت يحافظوا عليه لكن يوم بيجوا بيزوروا المكان بيشوفوا المرحله تقريبا مرحله التمر كيف يوصل من محل الى محل مثل الخوص النخل كيف اولا يبدا بكيف بدايته من مرحله الى مرحله عندنا مرحله التوييز بعد التوييز يصير التسحيل بعد التسحيل يسموه التوليم يصير التوليم يعني ايش واحد يمين وحده يسار ما كله على جهه واحده على جهه واحده تكون في جهه الزوره جايه من حنيه الخوصه يحطوها ناحيه غير ولهذه ناحيه غير عندك بعدين تجهيز اسمه المزبن هذا من الحبال قلاده الحبال وبعدين طول الله عمرك الماي يرشوا الخوص قبل عشان ما ينشف يتكسر بحكم ان الشمس تكون موجوده بالتالي ما تستفيد من الخوص اللي موجود تكسر اذا شمل هذا تكسر لكن كانت لينه بالماي ويصور ايوه ويكونوا يعني كم سبعه انفار سته يشتغلوا وواحد ينقل لهم هذا وهذه الامور بيعرفوا لكن من دام الولد بس ما يوصل للمكان يعرف ما تكون في ذاك الفائده الكبيره والفائده العظيمه اعتقد الان ابوي راشد يعني احنا ملزمين مع مخرجنا الكريم ومع الزملاء في قناه الشرقيه من كلبه ونحن مستمرين معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطيات سواء كانت على منصة الاستوديو مع الزميل عمر أحمد أو كنا كذلك من خلال تغطياتنا المباشرة من خلال أركان وزوايا هذه القرية التراثية نقول يعطيك العافية أبونا راشد وإن شاء الله اللقاءات بك تتجدد في قادم الأيام مشكور جزاكم الله خير على هذا اللقاء ونتمنى إن شاء الله نزور ونتلاقي بعض إن شاء الله تسلم يعطيك العافية أبونا راشد وأعتقد الآن الزملاء يعني لابد أن ننتقل إلى منصة الاستوديو لاستكمال هذه اللقاءات الجميلة والحوارات مع الزميل عمر أحمد نقول لك يا عمر يسعد مساك والصوت عندك الآن كل الشكر لك زميلنا سعيد على هذه الوصلة من زوايا مهرجان أيام الشارقة التراثية في مدينة دبل حصن ودائما ما تمتعنا بما تقدم في ظل هذه الأجواء وهذه المهرجانات والأعراس الثقافية وأيضا التراثية في هذه اللحظات أيضا وفي ظل المشاركات الواسعة من دول مختلفة إن كانت عربية وغير عربية تشاركنا في هذا المهرجان لأيام الشارقة التراثية أيضا نحن حريصين على نقل هذه الثقافات هذه المشاركات هذا الحب المتبادل وهذه الثقافة الواحدة التي تعتبر هي جامعة ما بين العرب لتقدم لنا هذه الصورة الحقيقية للترابط والتآزر في شتى الظروف وأيضا في مختلف الفعاليات والمهرجانات أيضا في هذه اللحظات يسعدنا بأن نحن نستضيف الشاعر المصري فتحي نور الدين وهو مشارك أيضا من جمهورية مصر العربية نمسيك بالخير شاعرنا يعني ويا مرحبا مساء الخير ومساء الحضارة ومساء التسامح والجمال الإماراتي الأول في العالم في التسامح وفي الحب وفي نشر ثقافة التسامح والتواد والتراحم في العالم كله يا سلام إذن لك أجمل مساء من المدينة الفاضلة إلى أم الدنيا أم الدنيا الجامعة في ما تملك من حضارة من ثقافة وتراث عريق يمكن تجمع الأمة العربية تحت سقفها في ظل هذه الثقافة القوية اللي يعتز فيها كل عربي هتستغرب لما أقول لك إحنا تعلمنا حب الدنيا من الشيخ سلطان القاسمي الله الشيخ الدكتور العالم المعلم سلطان القاسمي يا سلام هذا الرجل الملائكي الذي علمنا كيف نحب مصر الله. والله العظيم تعلمنا من الشيخ سلطان كيف نحب مصر وهو هيبقى سعيد قوي لما ابدا اللقاء
بثلاث قصائد، قصيدة يا حبيبتي يا مصر، قصيدة يا إماراتي، ونختم بقصيدة يا شيخ سلطان مصر بتسلم عليه. يا سلام. طيب بما أننا نحن اليوم الحماس ماخذنا في ظل هذه الأجواء الجميلة، نبدأ معاك بأول قصيدة يا حبيبتي يا مصر. نبدأ نقول الأول ما تصلي بينا على النبي عليه الصلاة، ما تصلوا بينا على النبي. كان والدي دايما يبدأ كلامه بالصلاة على النبي، وعشان كده كلامه دايما يتوزن بميزان ذهب، ولو سرحنا في فكرنا آخر الكلام أو أوله كان العلاج زيدوا الصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. بقول يا مصر ويا إمارات، حالف لغنيلك وارسم مواويلك واشرب مياه نيلك، وقليل الأصل مش من هنا، وقليل الأصل مش مننا، اللي ينكر في يوم خيرك. من الإمارات، من الشيخ سلطان القاسمي، من الشيخ زايد الله يرحمه، علمنا إزاي نحب هذا الوطن. عشان كده كلنا مع مهندس الصوت، مع أستاذ الكاميرات، مع الأستاذ عمر، كلنا حنقول مع بعض أجمل كلمة إيه نقولها؟ الله. خمس ست مرات معايا، أحب الولد لو اتولد وقال الله، وأحب البلد اللي فيها يعلى صوت الله، وأحبك يا وطن يلي عليك وصى نبينا رسول الله، وبحبك يا مصر وأحب الإمارات كلها، وأقول الله معانا الله. يا حبيبتي يا مصر تحبيني قد ما أحبك، يكون يوم المنى عندي تطل شمسك علينا، تنور الدنيا في عينينا، يا فرحتي يا بسمتي يا صرختي يا آهي يا موالي، يا رنة الصمت جوايا، صمتي مش خوف ولا ضن، ولا عمري أحب الظن، وياين يا مصر وإمارات برضو، وياين يا مصر إنك بتدي بدون حساب ولا من، ما تخونيش ولا عمرك مرة خنتي يا مصر، ما تهونيش ولا عمرك مرة هنتي يا مصر، ما تهينيش ولا عمرك مرة هنتي يا مصر، يا فرحتي يا بسمتي. أنا مين أنا؟ أنا حبك المولود هنا، أنا حبك المولود هنا، أنا شعرك الموزون، أنا الفدا والروح ليكي أنا بروحي ودمي، نادر في يوم لو تطلبي، مش تطلبي لو تأمري، أنا يا حبيبتي رهن شرطك، لو ما كنتش أنا من تاني هتظني، أنا هو أنا لا يغيرني حسادك ولا عمري هتلون. يا حبيبتي يا مصر، يا حبيبتي يا إمارات، مصر. إنك بتدي بدون حساب ولا من، وأنت دعوة أمي في الصلاة لما تقول لي روح يا ابني، الله يحرس خطوتك، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر حرسك وصاير خطوتك. الله عليك، الله عليك، صح لسانك وسلمة حروفك الجميلة. إذا مصر مهما تغنينا فيها وما أيضا ألفنا من كلمات وأشعار، اللي بيحب مصر بيحب الإمارات، واللي بيحب الإمارات لازم يحب مصر. يا سلام. مصر والإمارات أنا بعتبرهم شيء اتجدل وانصهر ليشكل عمق الأمة طبعاً. ووحدة الأمة وحضارة الأمة بلا شك. ومثل ما وصانا زايد رحمه الله وطيب الله ثراه، أيضا وصانا والدنا سلطان الله يحفظه ويمده بالصحة نعم. والعافية على تراث، مصر تراث ده وتراث يجمعنا حضارة. طبعا حضارة الشيخ زايد لما وصى أولاده كلهم نفذوا الوصية طبعاً. وشعبه كله نفذ الوصية صحيح. والله ما لقيت حد في هذا الشعب إلا يعشق مصر، لذلك أنا من حب الناس دي ليا بطلق عليكم الشعب الإماراتي، بطلق عليه ملائكة الله في الأرض. الله يسلم. والله ليس فيه الله تجاوز يسلم. وليس فيه مبالغة، ولكن هذا الواقع الذي الله أرى. يسلم. تصور والله إن أنا باجي عشقا، باجي بنفسي أنا عشقا، بقول يمكن يكون رد الجميل، باجي باسم الكتلة الشعبية المصرية المحبة للإمارات كله، باجي لأجل هذا الوطن. لا يوجد جمايل ما بين الإمارات ومصر، يعني خالص. نحن أخوة وأيضا متعاونين ومتكاتفين على مر التاريخ طبعاً. هو ده التراث بتاعنا، بلا هو شك. ده اللي علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم ووصل الرسالة بعمق صحيح. وبشدة وبقوة وبحب وبعطف الشيخ زايد، وبينفذها كل أبناء زايد وخاصة الشيخ سلطان القاسم. يا سلام عليك. إذا في ظل أيضا هذه الأجواء أيضا هناك رد على قصيدة يا حبيبتي يا مصر وهي قصيدة يا إماراتي. يا إماراتي شو يقول الشاعر فيها؟ أنا يا إماراتي عشان ما قلتهاش كتير، إهداء للشعب الإماراتي وحكام وشعب وحكومة، بقول يا إماراتي يا صاحب الطبع الوفي وبالجود والكرم، لك شهرة وأدرك كتير عالي، أنا صاحب حضارة مليون سنة ولا شفت في الدنيا لنا منافس، لكنك يا إماراتي وحدك وحدتي فصلت الدم، وكأنك مع المصري
مولود توأم في يوم واحد. يا شيخ زايد يا شيخ زايد يا عايش وسطينا والآن بتسمعنا، من بعدك شعب ربيته صح على المعروف وعلمته بدون الكبر له قيمته. وفي الزمن اليوم المعروف شيء نادر، في الإمارات مبدور بين الناس بيكفي ويزايد. يا إماراتي يا إماراتي يا شعبي لك بسمة ورسمة، خليفة فخر العرب لك قائد، خليفة فخر العرب لك قائد. وأبو خالد وأبو راشد وأبو خالد وأبو راشد لو هنعدد محاسنهم صفات الحسن ما تكفي. سبع إمارات سبع إمارات متوحدين بالله والأرض والدم، وهدفهم يعم الخير في العالم ورفع الظلم عن المظلوم مهما كانت المسافات تفصلهم. الله يا زايد الخير الله، الله يا زايد الخير الله. لا زارك الموت ولا زرته، لا زارك الموت ولا زرته. صنايع الخير في الإمارات أولادك مع شعبك ليل ونهار لكل العالم بتبدرها. يا إماراتي يا إماراتي لك الزهو وشكر الله على فضله، طرح من خيره في أرضك فوفيت الشكر. ولك من الخلق مليون مليار يومات كام دعوة، يحفظ رب الإمارات وجيشه وشرطته وشعبه. يا إماراتي يا إماراتي يا إماراتي بحبك حب ما فيش زيه وما فيش زيك يا إماراتي. الله 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 عليك شاعرنا، والله كلمات جميلة ومعبرة وتصل إلى القلب بكل حب وشوق. فشاعرنا اليوم نستمتع بحضورك، نستمتع بكلماتك الجميلة بهذه المناسبة لأيام الشارقة التراثية. أنا اللي مستمتع لأن ادتوني فرصة أن أنا أعبر عن حب مصر، مش شاعر بس، لا عن حب مصر من الشعب المصري كله. صحيح. أنا أعتبر سفير للشعب المصري. صحيح. للشعب الإماراتي بقول لكم بحبكم حب بجد ما فيش زيك، ولا في الأول ولا في الآخر. إذن في ظل هذه المشاعر الجميلة والحب والود الذي يجمعنا ما بين مصر والإمارات، الشاعر المصري فتحي نور الدين، شكرا لك على هذه المشاركة وعلى أيضا هذه الكلمات والأبيات الجميلة. شكراً وكل سنة وانتم طيبين، والإمارات دايماً في تقدم وازدهار وخير يعم العالم كله إن شاء الله بإذن الله. إذن مشاهدينا الكرام، في ظل أجواءنا الجميلة واحتفالاتنا من مدينة دبل الحصن المدينة الفاضلة لأيام الشارقة التراثية، ننتقل الآن مع زميلنا سعيد العمودي إلى زاوية أخرى لمهرجان أيام الشارقة التراثية، فلك الكلمة يا سعيد. مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، ولنا عودة من جديد، وكما يقال التراث هو رمز هذه الهوية الإماراتية المستمرة معكم من خلال أيام الشارقة التراثية، تحديدا في القرية التراثية في دبل الحصن في دورتها 17. ونتذكر شعارنا الدائم كما يقال بأنها حرفة وحرف، ومن هذه الحرف الجميلة التي دائما ما نعتاد في الحديث عنها تاريخا وتراثا وحضارة لدولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك لإمارة الشارقة. مشاهدينا الكرام، سنتعرف وياكم على صناعة الفخار قديما، وكما يقال بأن قرية أم النار الدائمة المطلة علينا بتاريخ مؤرخ لمعرفة هذه الحرفة وهي صناعة الفخار. لكن خلونا الآن معكم مشاهدينا الكرام ننتقل إلى الزاوية وإلى ضيفتنا لهذا اليوم من خلال هذه التغطية الحية والمباشرة عبر قناة الشرقية من كلبة. ونحن طبعا نرحب وياكم مشاهدينا الكرام بي الأستاذة أسماء النقبي، وهي مشرفة أو مشرف برامج مراكز الفنون في المنطقة الشرقية، ونقول يسعد مساك ومساك تراث يا أستاذة أسماء. مساك الخير، مساء الخير أستاذ سعيد، حياكم الله وشرفتونا في مركز دبل الحصن للفنون. أكيد طبعا احنا مستمرين وياكم، لكن نبغى نسألك الآن خلف الصورة اللي قاعدين نشوفها الآن أستاذة أسماء، صناعة الفخار وكيف يتم التوظيف، خلينا نقول برامجكم من مركز دبل الحصن للفنون أو غيرها من مراكز المنطقة الشرقية في تعزيز التراث الإماراتي الأصيل. احنا في مراكز الفنون المنطقة الشرقية كلبة وخورفكان ودبل الحصن عندنا قسم لصناعة الفخار، أساتذتنا طبعا متخصصين في هالموضوع، وانتم عارفين ان الخزف او الفخار من الصناعات التقليدية القديمة واللي احنا لازم ان نهتم فيها، ودورنا كمنطقة كمراكز فنون في المنطقة الشرقية ان احنا نوصل هالتراث او هالشيء للمجتمع.
من خلال عرض دورات أو ورش متعددة ومختلفة نقدر من خلالها نحافظ على مضمون صناعة الفخار في الإمارات. أكيد أنا سمعت طبعا من ضمن الأعمال اللي كنتم مقدمينها ما شاء الله في العام السابق أنه قدمتوا فرن بصناعة الفخار، وكان هذا الفرن يعني حاز على إشادات من المسؤولين والقائمين على مركز دبل حصن أو مراكز المنطقة الشرقية للفنون. نعم، الفرن الخزفي تقدم في مدرسة البناني في كلباء، وكان الفرن من قبل متخصص في صناعة الأفران الفخارية وطبعا باستخدام الطين الخزفي، وما شاء الله كان شيء يعني جدا جدا جميل وحاز فعلا على يعني على إشادة كل اللي كان موجودين. هذه ورشة قدمت للمجتمع وكانت ما شاء الله من الورش الجدا ناجحة. طبعا تذكر الفخار من أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، وهم دائما ما كانوا يعني المؤرخين دكتور صباح سالم أو غيرهم من المؤرخين والمهتمين بالتراث يعززون معنى الفخار كونه أنه أحد وأول المصنوعات البشرية الموجودة وكذلك المكنوزة تحت الأرض. لكن رسالتك الآن اللي توجهينها لأهالي مدينة دبل حصن، شو تقولي لهم مع افتتاح وتدشين أيام الشارقة التراثية في دبل حصن؟ في أيام الشارقة التراثية مثل ما احنا عارفين ان الشعار حرفة وحرف، فيعني من الأشياء اللي جدا جدا مهمة ان احنا نرجع للأشياء التراثية نتمسك فيها بشكل ان يعني اساس انها هاي الموروثات، هذه ثقافتنا، هذه هويتنا، فاذا احنا ما تمسكنا في الأشياء فالأشياء راحت. فصناعة الفخار او الخط العربي او اي صناعة من الصناعات الثانية مثل ما احنا شايفين في القرية كلها، فيعني من الصناعات اللي جدا مهمه، واتمنى من الكل كل الاهالي دول حصن كبار وصغار انهم وايد يهتمون في هالموضوع ووايد يركزون على تعليم ابنائهم هل الحرف التقليديه. اكيد مشاركتكم هذه ما اعتقد المشاركه الاولى استاذه اسماء، لكن اكيد في مشاركات كانت في السابق. مشاركتكم في الدوره 17 هل هي مختلفه عن المشاركات السابقه؟ احنا لان عندنا مجموعه معينه من الاقسام، فكل استاذ يبدع في الورش اللي بيقدمها، كل استاذ كل سنه يكون شيء مختلف عن السنه السابقه. فالحمد لله هالسنه من بفضل الله يعني بسبب هالجو الجميل فعلا كان الحضور وايد كبير والكل اشاد بالورش الموجوده والحمد لله رب العالمين. أستاذة أسماء النقبي نحن نشكرك على هذا اللقاء الظريف، وكذلك نوهتي على ما يتعلق بصناعة الفخار، نقول الله يعطيك العافية ومشكورة على هذا التألق اللي دائما ما نراه من خلال مراكز الفنون ومؤسسة الشارقة للفنون، يعطيهم العافية دائما متألقين في هذا المجال. شكرا، وإحنا بالعكس اللي عندنا نحاول أن نقدم للمجتمع ونفيد كل أهالي المنطقة الشرقية صغار وكبار، وحياكم الله في أي وقت. نقول لك كذلك الله يحييك أستاذة أسماء، كانت معنا الأستاذة أسماء النقبي وهي مشرف برامج مراكز الفنون في المنطقة الشرقية. انسرنا إلى كلبة وانسرنا إلى خرفكان وانسرنا إلى دبل حصن، يبقى التراث الإماراتي هو التراث الأصيل الذي يمتد عبر هذه الهوية منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة على يد المغفور سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثرى. ونقول لكم المشاهدين الكرام التألق حاضر والتراث كذلك حاضر، واعتقد الآن مخرج الكريم لابد أن ننتقل إلى الزملاء أو إلى الزميل الموفق والمتألق عمر أحمد، نقول الصوت عندك يا عمر. إذن لك الشكر من جديد زميلنا سعيد على هذه الوصلة من زاوية أيضا المشاركات في الحرف اليدوية مثل صناعة الفخار واللي كان لها أيضا دور كبير في الحياة بالماضي واللي تعتبر أيضا هي جزء من التراث الحقيقي والإماراتي. مشاهدينا الكرام أيضا في هذه اللحظات وفي ظل هذه المشاركات أيضا للمرأة دور كبير جدا في خلق هذا التراث وأيضا وجوده والمحافظة عليه إلى هذه اللحظة، وما يوجد ازدهار إلا والمرأة هي شريك أساسي في هذا التألق وهذا الازدهار في شتى المجالات وفي مجتمع دولة الإمارات، دائما حريصين على نقل هذه الصورة عن المرأة الإماراتية. في هذه اللحظات نرحب بالأستاذة فاطمة سبيعان الطنيجي مديرة مركز التنمية البشرية، حياك الله ويا مرحبا بك. اهلا وسهلا، حياك الله اخوي. بس حبيت انوه اني مديرة مركز التنمية الأسرية صحيح دبل حصن. صحيح، الله يسعدك يا رب. طيب اليوم طبعا مشاركة مركز التنمية الأسرية ايضا موجود وحاضر في ايام الشارقة التراثية، فخبرينا استاذة فاطمة عن
مشاركاتكم في هذه النسخة لأيام الشارقة؟ في البداية حبيت أهنئ شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا العرس الثقافي الحضاري الذي تمتزج فيه الحضارة الثقافية ممثلة بتراث دولة الإمارات العربية المتحدة، وجود الأجيال وجميع الحضارات الموجودة هنا، وتعايش الجاليات العربية في إمارة الشارقة عموما التي تحتفل كل سنة بهذا العرس الثقافي. صحيح. تمثل التنمية الأسرية العديد من الأركان، وهي تمثل المرأة وتمثل الأجيال بوجه عام. صحيح. عندنا ركن يمثل التنمية الأسرية، وعندنا فيه فاتحين فيه منصة لتلقي الأفكار لمختبر الإبداع الأسري الثاني الذي تنظمهم التنمية الأسرية خلال هذا الشهر بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا عندنا ركن للأسر الورش، تنفيذ الورش اللي هي تعتبر عبارة عن ورش مهمة في حياة المرأة، مثل الرسم على الدلال والرسم على والزخارف، زخارف على الدلال، وتشكيل العرايس وتشكيل خريطة حق الليلة، والبراويز، البراويز اللي تمثل البيئة البحرية. العديد من الورش اللي تنظمها. عندنا ركن خاص بالتلي وزينة المرأة، وركن خاص بالحرف القديمة مثل الاسفافة والصراريد والمراوح والمكانس وجميع الحرف اللي كانت تمثلها في المرأة في السابق. صحيح. طيب استاذة فاطمة، يعني في ظل وجود كل هذه المشاركات لكم في هذه النسخة لمهرجان أيام الشارقة التراثية في مدينة دبل الحصن، يعني كيف تشوفين أيضا إقبال الجمهور لمثل هذه الحرف، لمثل هذه المشاركات اللي أيضا حرصتوا على وجودها في هذا اليوم؟ نحن ما تكفينا 3 أيام بصراحة. صحيح. هذا يعتبر عرس، أنا أشوف عرس الكل موجود، صغار وكبار. طبعًا. موجود الرجل، موجود المرأة، موجود بنات وطالبات المدارس، جميع الأجيال، يعني حتى لو تفتح عينك وتشوف حتى جنسيات مختلفة ما شاء الله موجودة. صحيح. متواجدة عندنا. أنا طبعا أحب أهنئ سمو الشيخ سلطان، الله يسعده يا رب. آمين. الله يسعده في جميع أفكاره وسياساته وخططه اللي رسمها حق إمارة الشارقة، موفق فيها إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طيب يعني أمانة من يقدم هذه الورش هم أيضا لهم الدور الأكبر في جذب هاي المشاركات وهذا الاهتمام من الجمهور. أكيد. خبرينا عن من يقدمون هذه الورش وهذه المشاركات. السيدات عضوات جيران الموجودين عندنا في مركز التنمية الأسرية هم اللي يقدمون هالورش حق البنات. ممتاز. يعني أنتم اخترتم من النساء موجودين معاكم في المركز هم من يقدمون هذه الورش لكافة الحضور في مهرجان أيام الشارقة التراثية في مدينة دبل الحصن. أيوة. طيب يعني هل تم تقسيم هذه البرامج على مدى 3 أيام؟ في اختلاف تقديمها واختلاف حتى نشاطها؟ نحن تقريبا من 2 أو 3 شهور نحتفل حق هالمناسبة ونستعد لها، فكم عقد العديد من الاجتماعات وتوزيع الأدوار على جميع المؤسسات. جميل. والحمد لله نحن في دبل الحصن منطقتنا الجميع متكاتف، جميع المؤسسات متكاتفة، ونقدم أفضل ما عندنا وأحسن ما عندنا على أساس يكون عملنا كله ناجح. صحيح. وهني بعد أهني البلدية وجميع المؤسسات الموجودين عندنا ما شاء الله هالظاهرة الحلوة اللي عندنا في المنطقة اليوم. يا سلام. طيب بما أنكم تشاركون في هذا العام وفي هذه النسخة أستاذة فاطمة، يعني كيف تشوفين وقع الأثر على كل من يحضر أيضا ويرى هذه الزوايا وهذه الأكان لتقديم التراث بصورته الصحيحة؟ كيف تشوفين أيضا هذا راح يكون له دور كبير جدا في ترسيخ مفهوم الثقافة والتراث الإماراتي ونقل هذه الحرف إلى الأجيال الحالية والأجيال القادمة؟ دور مهم أستاذي، خصوصا إحنا لو تلاحظ أن أغلبية الزوار من الشباب، من طبعًا. الأولاد ومن البنات لو تلاحظ، يعني صحيح. ما شاء الله عليهم، فهم يحبون هالشيء ويقبلون عليه ويسألون شو هذا وشو هذا يمثل وليش هذا سوونتي. فنحن حابين نستقبل استفساراتهم ورد عليها بكل رحاب الصدر، وحابين نفهمهم ونعلمهم أن الأجيال كلها مترابطة مع بعضها طبعًا. والحمد لله. الحمد لله. طيب استاذة فاطمة، يعني في ظل وجود أيضا الطفلات الجميلات، بأن اليوم بما أنكم تركزون على المرأة ودورها في المجتمع ونقل هذا الموروث الشعبي والتراث الحقيقي لدولة الإمارات، هل لهم أيضا ورش خاصة فيهم تعلموهم هذه الحرف وتعلموهم هذا التراث؟ نحن باكر بكون عندنا احتفالية بحق الليلة بنصف من شعبان إن شاء الله. صحيح. مخصصين ركن خاص للاحتفال فيها، ومدربين البنات بتكون عندنا بعد فقرة على المسرح، فقرة حية. جميل. على أساس الأجيال يعرفون إن في كل نصف شعبان تحتفل الأسرة، تحتفل الحارات كلها مع بعضها والجيران كلهم في هالمناسبة الطيبة الدينية. يا سلام. إذن دعوتك أيضا لكل من يشاهدنا الآن في هذه اللحظات أستاذة فاطمة لي جلب أطفالهم وتعلمهم هذا الإرث العظيم لدولة الإمارات، شو تقولي لهم؟ أقول لهم تعالوا خرفكان، تعالوا دبل الحصين، تعالوا تشلبة، تعالوا شوفوا كل إمارة الشارقة كيف تحتفل بأيام الشارقة التراثية، لأنها عادة سنوية حلوة ونحن دائما نتمناها بفارغ الصبر. طبعا بلا شك. فبالتالي اليوم أيضا نقل هذا الإرث وهذه الصورة الحقيقية عن المرأة الإماراتية إن كانت في السابق وفي الماضي
إلى هذا الحاضر وأيضا في المستقبل، هو دور جدا عظيم تقدم المرأة، ونحن محظوظون كرجال في هذا العالم وليس فقط في دولة الإمارات بالمرأة الإماراتية المتقدمة من كل خدمات، أيضا هي كفيلة بدفع عجلة التنمية إلى الأمام. أيضا خططكم القادمة سادة فاطمة في ظل وجود أيضا هذه المشاريع لكم في المستقبل؟ إن شاء الله نحن في إطلالة جديدة لمركز التنمية الأسرية بناء على مختبر الإبداع الأسري الثاني، تكون عندنا انطلاقة جديدة حق خطط وبرامج استراتيجيات جديدة تنظمها مركز التنمية الأسرية للأسرة بوجه عام في دولة الإمارات العربية المتحدة. يا سلام. أيضا كيفية المشاركة والانتساب معكم سادة فاطمة؟ عندنا مواقعنا على الانستغرام على وسائل التواصل الاجتماعي، وموجودة عندنا في الركن لوحة كبيرة فيها كل عناويننا، موجودة لكل فئات المجتمع بمختلف أعمارهم. بمختلف الأعمار. حياكم الله. يا سلام. يا سلام. إذن نخبة من النساء هم يقدمون هذه الحرف، يقدمون هذا المفهوم الراقي والواعي لمجتمع دولة الإمارات لما يعيشه من تقدم في هذا الحاضر بسبب هذا التراث وهذا الإرث العظيم لدولة الإمارات. أيضا مثل ما نسمع ونرى الآن على خشبة المسرح هناك فعاليات أيضا قائمة، وأيضا أنشطة مختلفة للأطفال وللكبار وبمختلف الأعمار والفئات. سادة فاطمة نقدم لك هذه الرسالة من الشكر والاحترام والتقدير لكم على هذه المشاركة في مهرجان أيام الشارقة التراثية في مدينة دبل الحصن. الله يسعدك أخوي، وأنا حابة بعد في دوري أوجه الشكر لسمو الشيخ سلطان على دعمه لهالمبادرة الطيبة التي تثلج الصدور في كل سنة، وأشكر جميع المؤسسات من أول مؤسسة لآخر مؤسسة شاركت، وجميع كافة شرائح المجتمع اللي حاضرين عندنا اليوم ومثلون فرحتنا في العرس التراثي الثقافي. جميل. إذا أخيرا قبل لا أختم معك أستاذة فاطمة، يعني قبل الختام هذا دائما نحن حريصين على نظرة المرأة بمثل هذه المهرجانات، بمثل هذه الفعاليات والأعراس أمانة اللي نحن نسميها، يعني بما أن نشوف في بعض الجهات تقدم العرس القديم لدولة الإمارات، الزهبة، نظرة المرأة لمثل هذه المهرجانات ولهذه المنصات التراثية، كيف أيضا نظرتكم لها؟ نحن قدام في كل شيء أخوي، المرأة في المجتمع الإماراتي بعد الثقة اللي أولاه لنا الحكام، نحن دائما قدام. يا سلام. والحمد لله رب العالمين، نحن فخورون بهالمكانة وفخرين بهالثقة اللي أولوها لنا. إذا هذه أيضا دفعة لكل مرأة بأنها تشارك وتكون هي أساس في مثل هذه الأنشطة اللي تقدمها دولة الإمارات. كنا نمثل دور واحد أستاذ الفاضل، وكنا ندعم بعضنا، كنا نفكر بدولتنا وبمستوى دولتنا ونرفع رأس دولتنا في كل المحافل الدولية. صحيح. طبعا أنتم لكم مشاركات سادة فاطمة، يعني بغير مهرجان أيام الشارقة التراثية أيضا لكم مشاركات بمختلف المهرجانات. هي أكيد طبعا لنا. صحيح. لنا مشاركات. فاللي حاب أيضا يأخذ المشاركات أو يستفيد من الورشة اللي تقدموها أيضا ممكن بأن يقدم لكم هذه الدعوة للمشاركة في بعض المهرجانات المختلفة. إن شاء الله. إن شاء الله. كل الشكر لك أستاذة فاطمة، أمانة دائما نحن سعيدين بوجود المرأة الإماراتية في محيطنا في بيئتنا ولما تقدمه من شيء رائد في مجال التراث وفي مجال القيادة في جميع المجالات. شكرا لك الأستاذة فاطمة سبيعان الطنيجي مديرة مركز التنمية الأسرية. شكرا لك. شكرا أخوي، الله يسهل أمورك يا رب. شكرا. مع السلامة. إذن مشاهدينا مستمرين معاكم، والآن ننقل لكم صورة بسيطة لما تقدم اليوم من فعاليات وبرامج على مسرح مدينة دبل حصن من أيام الشارقة التراثية. خلينا ننتقل له وعقب لنا عودة. صوت على الجمهور، تعالوا تعالوا هني بسرعة بسرعة، أوقف، تعال تعال قدام، سريع سريع، طولين، تعال تعال أوقف، خلينا نظر الجمهور. مرحبا الساعة، يا مرحبا يا مرحبا، شو اسم الرجال؟ يحيى. شوفوا الطابور، شو فيكم؟ خايفين من شو؟ حرب يعني؟ فتح الجمهور انت وياه، قدام تعالوا الهد نعطيها بلاش؟ يوم ماكو بلاش برجع اللعبة سريع. ماجد، أحمر، أنس، فهد، محمد.
إذن في ظل هذا الإطار من أجواء أيام الشارقة التراثية وأيضا انطلاقا من مدينة دبل حصن، هنا نرى الجميع يحضر ويستمتع بهذه الأوقات، وهذه أيضا دعوة لكم مشاهدين الكرام من عبر شاشة الشرقية من كلباء للحضور والاستمتاع بكل ما يقدم من فعاليات وبرامج وورش هي تقدم هذا التراث وأيضا تعطينا هذا الإرث العظيم بصورته الحقيقية. هذه أيضا دعوة لأولياء الأمور بأنهم يجلبون أطفالهم ويخلوهم أيضا يتعلمون هذا التراث الحقيقي لتخليده في نفوسهم ونقله إلى الأجيال القادمة. من هذا الموقع وبوجود مختلف فئات الأعمار ومختلف فئات المجتمع نرى الحضور والاستمتاع بهذه الأجواء وزوايا مهرجان أيام الشارقة التراثية من مدينة دبل حصن. الآن وفي هذه اللحظات ننتقل إلى الزميل سعيد وأيضا زاوية مختلفة مع زميلنا، ولك الكلمة يا سعيد. مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، تجولنا اليوم حول الفخار وتجولنا كذلك يعني بالمناسبة نمسي عليك بالخير يا عمر. طبعا حنا بنقدم لك يا عمر وكذلك لفريق العمل الموجودين وياك إن شاء الله خبز المكسف، وأكيد طبعا اليوم حنا محضرين لكم شيء طيب وشيء في ختام هذه التغطية الحية المباشرة من قناة الشرقية من كلبة، ونقول يسعد مساك أم محمد. أهلا وسهلا، حياكم الله. الله يحييك أم محمد. طبعا اللي خلف الكادر الآن ويانا طبعا أكيد بنحضر لهم ما يعرف بخبز المكسف، وبنفسي أنا إن شاء الله بإذن الله تعالى بعد لكم شيء طيب، وبالتأكيد ما حتنسون إن شاء الله هالوجبة. فأم محمد بس في البداية بس تعرفين المشاهدين الكرام من خلال أيام الشارقة التراثية شو اللي قاعد تسوين أم محمد؟ أسوي خبز مكسف، هو عبارة عن طحين نوعين، رقم واحد ورقم اثنين، أخلطهم مع الملح وماء التمر وأشياء ثانية بعد. أشياء ثانية هذه سر المهنة ما يعرفها إلا أم أحمد وسعيد فقط. إنزين. وأعجن العجينة وأخليها ترتاح وبعدين أقصصها أسويها نفس الكور وبعدين أمددها في الصينية مع السمن البلاط طبعاً والزيت الأصلي. السمن طبعاً والزيت لابد يكون من النوعية الأصلية ها؟ أكيد إذا كل ما تبغى تكون العجينة زينة والخبزة تطلع لك ما شاء الله. لازم الزيت او السمن البلدي يكون. طيب الان فردنا العجينه، انا بشاركك الان يا ام احمد وبطلع ان شاء الله هالقدرات في الطبخ اللي عندي اللي ما يعرفون اعتقد مشاهدينا الكرام. ام احمد الان حنا فردنا هالعجينه وتكون بشكل مربع، تكون اول شيء على شكل دائري، على شكل دائري وتشيلها وتكسفها. انا بسويها لك كذا سبب التسميه يسمونها بالمكسر لان اشوف تفتحها بشكل كبير. انا هاي بسوي لك، انا مجهزتها في البيت بس براويك الطريقه الجديده لك. يا سلام. وشفت سكرتها هالشكل وجبت الطبقه الثانيه. يا سلام. ورجعتها هالشكل. انزين صور خذني وانا قاعد ما شاء الله عليه افرد هالحسين ها والدتنا. انزين سكرناها، يعني كانت مربعه كبيره دائريه ثم مربعه كبيره والان مربع صغيرونه عشان تحطين على الصاج. والحين تخليها هذه بهالطريقه وتخليها ترتاح لين فتره على الاقل نص ساعه او ساعه ترتاح. عقب ما جهزت طبعا هذه مجهزتها الان، هذا الحين مجهزت انها وظاله لفتره طويله. وش الحين ايش رايك انا وش اللي تسوينا بعد ام احمد؟ انا اسوي اكلات مختلفه الحمد لله رب العالمين، وعندي من البلدية وعندي من دائرة الاقتصاد مطلعت يعني خدمة منزلية لله الحمد، والهريس أكلات الشعبية الإماراتية كل شيء كل شيء، المحاشي ما محاشي ومكسف ما مكسف ولله الحمد. الحين أشوف فتحناها مرة ثانية والدتنا حنا بس لأنها هي بنكمل وياك والدتنا الكريمة أم أحمد، بنكمل وياك إن شاء الله مع الشيف سعيد وأم أحمد وإن شاء الله تذوقون ويانا إن شاء الله هالمكسف اللي يطيب به الخاطر. مشاهدينا الكرام اعتقد ان الان مخرجنا الكريم وفريق العمل ينوهون الى نهايه هذه التغطيه الحيه والمباشره، واعتقد اخر ركن كنا فيه من اركان القريه التراثيه في مدينه دبل حصن في دورتها 17. اللقاء بكم يتجدد مشاهدينا الكرام في قادم الايام، والفعاليات مستمره ونحن ان شاء الله على شعار حرفه وحرف، وبالتاكيد على هذه الفعاليه المستمره معكم مشاهدينا الكرام. ما نقول لكم الا ام احمد يعطيك العافيه، ابذوق بعد شوي واذوق ان شاء الله الجمهور الكريم من شغل يدي مع ام احمد، ونقول يعطيكم العافيه مشاهدينا الكرام والصوت لكم، والملتقى بكم يتجدد في لقائي في قادم الايام.
شكرا لك زميلنا سعيد على هذه الوصلات التي قدمتها لنا اليوم من مهرجان أيام الشارقة التراثية وتحديدا من المدينة الفاضلة مدينة دبل حصن. متواصلين معاكم، وأيضا مثل ما قال وقدم زميلنا سعيد تحت شعار حرف وحرف، أيضا هي شعار لمهرجاننا وأيضا لكل فعالياتنا في ظل هذا التراث العريق. إلى هنا نصل معكم إلى الختام، وفي الختام ننقل لكم هذا السلام مني ومن جميع طاقم العمل، وإلى لقاء آخر، دمتم بأمان الله.